له ثلاث خيارات: ستارت، مالتي سيزون، او نو مالتي سيزون. بالنسبة للخيار الاول هذا يقول لك لما اختاره اعطي امكانية اضافة ملفات اخرى بعد انتهاء هذه المعلومة، يعني او بعد انتهاء هذا الحرق. مثلا استخدم DVD-RW، لازم يكون DVD-RW. حرقت عليه بعض البيانات، بكرة او بعد اسبوع كانت عندي بيانات اخرى ابي اضيفها على CD. اذا اخترت هذا الخيار اذا ممكن اضيف بيانات على